مرحبا. الاسم ممكن نسوي معك لقاء ضمن التلفري؟ يلا شرفوا شباب. تفضل. بداية مساء الخير من ضمن التل فريك في بيروت. مرحبا أخي أحمد. شو بتحكي لنا بداية قبل ما ينطلق فينا المركب التل فريك؟ شو بتحكي لنا عن الأجواء هون بلبنان؟ يعني شو بتختلف أجواء لبنان عن كيف بتلاقي أنت؟ هي أجواء حلوة بهالمكان؟ نعم طبعاً في مرضى حلوة. نعم. الصيفية عندك مثلا البحر عندك كتير حلو. البحر حلو. وعندك بالجبال كمان صيفية بالجبال مثلا مع العيلة وهيك. كتير حلو الجو فوق مثلا بالجبال. حلو حلو. فلك عندك مناظر كتير حلوة هون. أنا مشكلتي مع المرتفعات شوي بخاف منها. بدوخ؟ بس لا ما بدوخ بعض الأحيان والله بدوخ بس حاسسها كتير ظريفة. عفوا كت. شو صار لك؟ شو صار لك؟ خلاص شو صار لك؟ شو؟ يا اخي طلعت لي بس لا بس والله بس والله هونيك طالع طالع هونيك. عفوا حبيبي عفوا بعتذر منك. تبعك شيء ضيعت يعني؟ ضيعت. عفوا. نعود اليكم اعزائي المشاهدين، انا الحمد لله بصحه جيده وتعافيت من الوحكه الصحيه اللي مرقت فيه لمده شيء 20 ثانيه من شوي. الان انا اتعافى امامكم ونعود للقائنا مع الشخص او الشاب اللي طلع معنا منذ قليل في التل فريك. احمد كثير على مثلا بستجع لبنان بتنبسط كثير. معلم عفوا هون معلم قرب عليك زي الرأس سير طلعتنا البنطلون. بعتذر من البنطلون. سيداتي أنساتي ننتقل بكم في بس حي مباشر إلى ملعب العباس. عفوا التلفريك للتلفريك في لبنان. أنا الحمد لله في صحة جيدة ومعي الشاب أحمد من لبنان. أنت بتشوف البحر هلأ أنا من شوي كنت في البحر وعم سوي بعض اللقاءات مع الشباب وصار معي الدوار أيضا الدهليزي في البحر الدوار المائي بسمي. ما معك كلينكس؟ ما تواخذني ما معك كلينكس بس معك كلينكس؟ ما معك كلينكس حتى في صوت يمكن اجت الشرطة عليك. طوى هونيك خذها هو حتى ارتحت؟ خذ نفس مضبوط. أنا بدي اللقاء يطلع حي وما بدي يبين للمشاهدين جمهوري بحبني كثير إني مريض. جمهوري العزيز أنا معافى وبصحة جيدة الآن من التل فريك وأمارس النشاط اليومي كما اعتدتم علي بالبرامج التي كنت أقدمها. أنا بصحة جيدة ومعي الشاب أحمد. هلا في عندك إنه هون مثلا بالأخص ببيروت كثير غلوجية مزبوط بس إذا عم تقول من بيروت لجونيا ما هيك شيء تكسر كمان. وطلعت الريحة يا زلمة ما بصير هيك. طلع شو صار نكمل اللقاء بس ما بدي كمل شيء وخلص طلع شو عوفنا الريحة كتير يا زلمة ما بصير هيك خيي بس نكمل اللقاء ما بدي كمل شيء خلص مشي حال الله يعطيك العافية بطل بدي كمل طلع
شو ما في شيء شو مريعة بس يا زلمة شوية مل شوية شغلات ومراجعة ما بدي ما بدي بس ناخذ منك بس شيء عن ما بدي ما بدي مش رح اخلص سلم دقيقتك معلم بدي ألف عافية عن قلعة موسى يا اخي بلا قلعة موسى بلا قلعة شيء يا معلم طوع هونيك يا الله شو الله مش رح يطلعني مع ثلاث طوع هي بطل بدي شيء يا اخي عم يا الله طوع لهونيك يا معلم طلعت سمعنا مريحة يا زلمة طلع طلع ما بصير بمشي لحالك بفتح الباب ستك لتحت يا اخي طالع برا يا اخي شو ستك طلع زينك طلعت طلعتك طلع 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 برا طلعتنا يا زلمه لسه مش حالة عفوا بعتذر مني بعتذر الشاب احمد من الشباب الواعي وال يا الله على النهار من وين طلعت انت يا معلم طلع لهوري خلصنا منك بقى يا زلمه الله يبارك طلع لهوريك كبك كبك والله كبك قبل ما تكبني بس بدي لك شغله تفضل خلص بسرعه بس بعد امرك قبل تفوى عليه مرات 50 مره تفوى يا الله بعد امرك لهوريك يا معلم صلي على النبي طلع لهوريك طلع تفوى لهوريك بس لك شغله افتح الباب طلع طلع برا خلصت منك يا زلمه افتح الباب افتح الباب لما خلص طلع برا طول بربك طلع برا بس مين كاميرا مين كاميرا مين كاميرا في اي كاميرا يا حي خلص روح الكاميرا اي كاميرا هاي كاميرا هاي كاميرا